تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة من سلسلة عبر نافعة من قصص واقعة، وحنا مازالين في القصص ديال سورة البقرة التي تدل على إحياء الموتى أو قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. وذكرنا أن البقرة فيها خمسة ديال القصص كلها تدل على قدرة الله على إحياء الموتى. من هذه القصص القصة ديال اليوم، وهي القصة ديال رجل يقال له عزير. القرآن ما سماش أي يعني في هذه الآيات اللي غنقراو دابا ما سماش عزير، ولكن المفسرين هما اللي ذكروا الاسم ديالو عزير. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الله سبحانه وتعالى بغيبين لنا في هذه الآيات وفي هذه القصة القدرة ديالو العجيبة والقدرة ديالو الخارقة على إحياء الموتى، وأن هذا الرجل الذي شك في قدرة الله على إحياء الموتى أعطاه الله تعالى درسا في نفسه. يعني ربي عز وجل يعطيه الدرس في نفسه، يشوف يعني نفسه هو كيف يحييه الله تعالى. وغنشوف في القصة اللي من مرها كيف أن الله تعالى سيعطي إبراهيم عليه السلام درسا يعني وبيانا من خلال الطيور الأربعة. أما هذا الرجل عزير فإن الله تعالى أعطاه بيانا على قدرته سبحانه من خلال نفسه، حيث أماته الله 100 عام ثم بعثه. كيف قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل دز على واحد القرية وهي آهلة، كانت يعني ذيك القرية آهلة بالسكان وآهلة بالعمار، يعني العمار الذين يعمرون يعني البلدة، فيها التجار، فيها الحرفيين، فيها الصناع، فيها الفلاحين، فيها يعني جميع أنواع همولي الحوانت، همولي البضائع، هالأطفال، هالصغار، هالكبار. ولكن يعني هذه القرية مات أهلها وأصبحت خرابا. فقال واحد الكلمة، قال أنا، وهذا أنا في اللغة العربية هي حرف استبعاد، يعني كأنه أمر بعيد، أنا يقع كذا، تقول أنا بمعنى استبعد أن يقع كذا. أنا يحيي هذه الله بعد موتها، يعني هل يستطيع الله تعالى، هل يقدر الله تعالى أن يحيي هذه القرية بعد أن مات أهلها ومشوا التجار ومشوا الحرفيين وماتوا الرجال وماتوا النساء وماتوا الأطفال كل شيء مات، واش ربي سبحانه وتعالى يعني قدر يحييهم وعاود يرجعوا كما كانوا؟ فالله سبحانه وتعالى أعطاه مثالا في نفسه. هذا الرجل شنو كان معاه؟ كان هو راكب على الحمار ديالو، ديك اللحظة اللي شاف ديك القرية راكب على الحمار ديالو ومعاه طعام وشراب. طعام قيل إنه لحم وقيل إنه فاكهة، ومعه شراب، شراب يعني قيل إنه عصير بعض الفواكه. قال تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه، حياه الله تعالى بعد 100 سنة.
بحال أصحاب الكهف الذين أماتهم الله عز وجل وأرقدهم الله تعالى 309 سنوات، وسنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله، وغادي نتحدث على الفرق بين القصتين، هذا 100 سنة الأخرين 300 سنة، هذا مات وتفرقوا العظام دياله والأخرين بقاو في المكان ديالهم، يعني ما تفرقتش العظام ديالهم، بقاو الأجساد ديالهم محفوظين على أي حال. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني بعد 100 سنة أحياه الله. قال أهل التفسير أول ما أحيا الله فيه عيناه، أول حاجة أحياها لي الله تعالى هما العينين، لأن العينين هما اللي غادي يأخذوا العبرة، هما اللي غادي يأخذوا الدرس، هما باش غيشوف القدرة ديال الله، غيشوف القدرة ديال الله بعينه. أحيا الله عينيه وبدأ ينظر إلى العظام المفرقة، العظام المشتتة، كاين العظام ديالو وكاين العظام ديال الحمار ديالو، يعني العظام ديالو تشتات وتفرقات، الهيكل العظمي ها الجمجمة ها الرأس وكذا، عاوتاني العظام ديال الحمار ديالو، الجمجمة ديال الحمار والعظام ديالو، الهيكل العظمي ديالو، كل شيء مفرق. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فبدأ ينظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. قال لي لأن الله تعالى قال لي فانظر، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فبدأ ينظر إلى هذه الأشياء الأربعة، هو وحماره وطعامه وشربه، كيف يفعل الله بهذه الأربعة؟ شوف سبحان الله، هاد الجوج اللي هو والحمار ديالو تشتتت العظام وتفرقت وأكلت الديدان اللحم، بينما الجوج الأخرين بقاو كيما هما سبحان الله 100 عام، العصير بقى هو محمض، ما تبدلون ديالو، ما طلعتش فيه الصوفة، ما تبدلش هذيك الفاكهة، محمض شاي ما تبدلتش اللون ديالها، ما ضطش فيها الصوفة، بقت كما هي. باش كيبين ليه الله تعالى القدرة ديال إحياء الموتى وإبقاء الأحياء، هادو دوك الجوج هو والحمار ديالو فيها القدرة على الإحياء ديال الموتى، وهادوك الجوج الأخرين الطعام والشراب فيها القدرة ديال الله على إبقاء الأشياء حية كما هي، بقى الطعام وبقى الشراب بإذن الله سبحانه وتعالى كما هو. أول سؤال سأله الله تعالى، قال كم لبثت؟ شحال جلست يعني شحال وانت ميت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، كما قالوا أصحاب الكهف لبثنا يوما أو بعض يوم، نهار ولا نص نهار، لأن اليوم هو النهار، اليوم في اللغة العربية ماشي 24 ساعة، كنقولوا يوما وليلة، اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صمت يوما أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو النهار، والمقابل ديال اليوم هو الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال لبثت يوما أو بعض يوم، نهار ولا نص نهار، بمعنى 10 ساعات ولا 1/4 ساعة، هذا الشيء اللي دوزت يعني وانا ميت. فقال لي الله تعالى قال بل لبثت 100 عام، ماشي نهار ولا نص نهار، 100 عام سيدي، 100 عام وانت يعني على هذه الهيئه باذن خالقك سبحانه وتعالى. وهنا قال لي فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، هذوك الزوج اللي قلنا بقوا على حالهم، طعام الشراب لم يتسنه، لم يتغير ولم يحمض ولم يتأثر بطول الزمان، تدب لو خليتي الحليب غير نص نهار خارج الثلاجة غادي 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 يحمض وغادي يخسر، إلا خليتي الفاكهة يعني يومين ثلاث أيام غتحمض، خليتي الدواز ولا المرقة نهار ولا يومين غتحمض، ولكن شوف سبحان الله هذا الطعام ديالو بقي على حاله، والشراب ديالو كذلك لم يتسنه، لم تطرأ عليه حموضة. هادو جوج ديال الحوايج الاولين، انظر الحاجة الثالثة شكون هي؟ الحمار ديالو، وانظر إلى حمارك، شوف الحمار ديالك، الجمجمة جات من لهي، العظام جاو من لهي، العظام ديال الظهر جاو من لهي، العظام ديال الرجلين جاو من لهي، بداو كيتركبوا، تتصاوب الهيكل العظمي شوية تكسات يعني باللحم، ثم جا الجلد، ثم جا الشعر ديال الجلد، وانظر إلى العظام كيف ننشرها نجمعها،
وفي قراءة ننشزها بالظاهر، كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فرأى ذلك في حماره ورأى ذلك في نفسه، كيفاش تجمع الهيكل العظمي ديالو هو، لأن قلنا أول حاجة حيالي الله وما عينيه، وبدأ كيشوف التركاب ديال الهيكل العظمي ديالو واليدين ديالو والرجلين ديالو، حتى وقف بإذن الله تعالى، ثم رجع كل عظم بلاصتو، ثم تكساو دوك العظام باللحم ثم الجلد، ثم وقف هو ماشي كيشبه لراسو في اللوك، هو نيت، هو ماشي شبيه ديالو، ماشي فوتوكوبي ديالو، ماشي نسخة منه، هو براسو بإذن الله تعالى. فأحياه الله، وحينما رأى ذلك انبهر بعظمة الخالق وقدرة الخالق، وتبين له واتضح له الحق وأن الله على كل شيء قدير، فقال معترفا، قال أعلم، ما بقاش يعني فقط أشك لا أتيقن أو لا لم أتيقن، أعلم علم اليقين، عين اليقين، أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله تعالى ساق لنا هذه القصة والقصص السابقة والقصص الآتية كلها لبيان قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وأنه بعد ما سيميتنا فإنه سبحانه وتعالى سيحيينا من جديد، سيحيينا من جديد للبعث والحساب. فلا بد أن نعمل الحساب للحساب، أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. نسأل الله تعالى أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا، وأن لا يحاسبنا حسابا عسيرا، وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام، لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام.